صدقوني اللطف، اللطف يفعل الأفاعيل. نحن أقنعنا أنفسنا أننا لا نجامل وأن نكون صرحاء، وقرنا هذا بالشدة والقسوة، وهم ليسوا مع بعضهم. يعني شوف، فرعون رأى موسى في قصره رضيعا فقال اقتلوه، أتته بلطف وبإقناع زوجته وقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه، فما قتله وامتنع فرعون. والله يا جماعة، كلما كان خطابك فيه من اللطف وفيه من الإقناع يثني ذلك الرجل وإن كان جبارا. نحتاج إلى هذه الخصلة في داخل بيوتنا، اللطف، اللطف، وخصوصا بين الزوجين.